بشرى المضامين الشراكه اللي برمتها المنصه الشباب سيد البرنوسي. الوغ كيف ما كتعرفوا في المنصه دونك تخلقات من اجل باش تواكب الشباب سواء عن طريق البحث عن شغل او كذلك عن طريق خلق مقاولات مدير وانشطه مدير للدخل. فاليوم بالنسبه لاتفاقيه الشراكه اللي برمنا كان الاساس ديالها دونك محور التشغيل دونك الشيء اللي دونك قدرنا نديروا اتفاقيه الحمد لله دونك مع شركه ماجوريل لان كندرنا تكوينات في لا تيليفون تيلي كونسي دونك هاد المؤسسه غتعاوننا ان شاء الله في ادماج هاد الشباب اللي استفدوا من هاد التكوينات هادو. كذلك كانت الشراكه مع لويفو مع لا فونداسيون ويفو اللي كانت ما كتعرفوا دونك حتى هما كيشتغلوا على تكوين من اجل التشغيل دونك باش حنا كنشتغلوا في الاطار في نفس الاطار وعندنا نفس الاهداف دونك هذا اللي خلانا نبرموا هاد الشراكه مع لويفو. كذلك اليوم برنا الشراكات مع مركز هاجر مع ثانويه الحريزي مع واحد لو سونتر ديال لاكومبانيون ديال الكوبيراتيف وهذا الشيء دونك كيف ما كتعرفوا دونك لان ايد وحده ما كتصفقش دونك المنصه بوحديتها ما يمكنش توصل الاهداف ديالها. دونك هذه المؤسسات سواء اقتصاديه او كذلك المؤسسات او المقاولات دونك هما اللي غادي يعاونونا باش نقدروا ندمجوا الشباب في سوق الشغل وكذلك نقدروا نعاونوهم نشدوا بيدهم من اجل المواكبه حتى ينجحوا في انشطه مديرة للدخل. شنو العلاقه ما بين مركز الابتكار كليه العلوم بنمسيك ومنصه الشباب سيد البرنوسي؟ اولا كنشكر دائما انفاس للمواكبه ديالها الانشطه الجامعيه والانشطه الجمعويه وهاد منصه الشباب منصه هي من بين المنصات اكثر نشاطا على الصعيد الوطني وكتميز بواحد انها كتقلب انها تلقى بين الفاعلين ديالها كيكونوا اساتذه جامعيين والناس من الجمعيات والهدف بطبيعه الحال هو مواكبه الشباب اللي عندهم افكار قابله للاستثمار وقابله لانها تخرج للحي الوجود كفكره استثمار وهذا في حد ذاته هو اللي كنحتاجوه حنا في المغرب هو ان ذاك لوتونتربرونيا التشغيل الذاتي ان الشباب يقدروا كانت الصعوبات كيوجدوها الشباب انه فين غيلقى المكان فين يقدر يدير ينجز المشروع ديالو. دابا الحمد لله بهذه المنصات الشباب عطات فرصه للشباب وعطاتهم مجال فين يشتغلوا وعطاتهم امكانيات لوجيستيكيه مكتب اتصال الانترنت فاكس الى اخره وربما كيساعدوا كيواكبوا حتى انهم كيفاش يسوقوا المنتوج ديالهم وكيفاش يشتغلوا في هذا الميدان. سي طنان يعني مناطق اكثر هشاشه في الدار البيضاء تحتاج بحال هذه المراكز هذه، ما رايك؟ اكيد اكيد لان المستقبل ديال التشغيل هو النقطه المهمه في التشغيل هو ان الشباب يقدروا يشغلوا رسوم ذاتهم وفي هذه المناطق اللي كما قلتي كتسم بحال الهشاشه كاين واحد الطاقات اللي الا خسر شويه المواكبه انهم يستطيعوا انهم يقدروا يوصلوا لشي يقدروا ينجوا لان ربما ما كتوفرش لهم فرص ما كيتوفرش لهم شي اشياء باش يقدروا ينجزوا ديك المشاريع ديالهم وهاد المنصات الشباب عندها الدور المهم وانها كتقلب على هاد الطاقات وكتعطيها واحد المجال فاش تقدر تشتغل. وكنشكروا لي بروف اللي كانوا معنا في هاد البيريود كامله اللي كندوزوا لا فورماسيون. كنقول شكرا حتى للدراري اللي كانوا معنا حيت كنا كعائله في هاد البلاتفورم كنا كنعاونوا بعضياتنا. كان بعض الخضرات كيكونوا حتى شي مشاكل عند شي واحد كنحاولوا نحلوهم بعضياتنا حيت كنا حنايا في واحد الفورماسيون ديال ديفلوبمون بيرسونيل ديال كومونيكاسيون ديفلوبمون بيرسونيل. ونشكر كاع الدراري اللي كانوا معنا في هذا النهار هذا من غير الدراري اللي كانوا معايا في الفورماسيون. صراحه استفدت من هذه التجربه بزاف ومن هذه الفورماسيون واللي غادي تقدر تطورني من هنا لقدام انني ندخل بزاف ديال الميادين على طريق هذا الشيء. كنبغي نشكر بعدا البلاتفورم على المجهودات اللي كيبذلوا معنا على زعما لي زيتاب وكانوا كيحاولوا يديريجيونا للبون سونس. كنشكرهم على الثقه اللي عطاونا والوقت ديالهم وكنبغي نشكر مي كوليك هما اللي كانوا كيعاونونا وكانوا كيخليونا واحد الفايب زوين واحد بونيطا بيناتنا. انا الاسم ديالي ايمان خايور مستفيده من تكوين الدورة التكوينية في منصة الشباب الأزهر سيد البرنوصي خريجة للمرة الثانية لأني ديجا عندي ديبلوم في
لي ستي ا سيدي البرنوصي تكوين ديال تكنيك دو فونت دوره يونيو 2022، واضطريت ندير فورماسيون ديال تيلي فونت وتيلي كونسيي فهاد منصه الشباب. وكنشكر مدام بوشرى لانها هي لانها ساهمت مع لانها هي الدعم والسند ديالنا. والحمد لله وبفضل الله، وان شاء الله نكون عن حسن ظن الجميع.